مرحبا، يعطيكم العافيه. احنا في قطار سيدني او المترو تبع سيدني. طبعا من الشغلات الحلوه في سيدني ان المواصلات سهله جدا جدا جدا، حتى القطار زي ما انتم شايفين القطار واحد فوق واحد تحت، تقريبا بوصل لمعظم الاماكن اللي بتحتاجها في مدينه سيدني. والحلو في الاب انه حتى جوجل ما بعطيك قديش في سيتس فاضيه، تقريبا قديش في سيتس فاضيه في القطار هذا، فاضي ولا مليان. الفيرز شويه غاليه، اللي فهمته في الدي كاب يعني بالماكسيموم بالدي بتقدر تصرف 16 دولار، اكثر من 16 دولار خلاص 16 ونص تقريبا بطل ياخذ منك. بس بشكل عام الفير غاليه شويه، يمكن حوالي 4.5 دولار على الرايد. عشان تستخدم الترين بدك شغلة اسمها Opal Card. هاي الكارد هي اللي تقدر تعملها تاب اون وتاب اوف، بياخذوا منها مصاري، بتحط فيها فلوس واوتوماتيك بخصموا سعر الرايد. امبارح عرفنا شوية شغلات غريبة عن سيدني. سيدني هي عاصمة نيو ساوث ويلز، اللي هي المقاطعة الموجودة فيها، هي العاصمة الاقتصادية لأستراليا، هي أكبر مدينة في أستراليا وأقدم مدينة في أستراليا. مطار سيدني بيشتغل تقريبا للعشرة ونص 11 بالليل، بعد هيك واقف لأنه هو موجود في ريزيدنشال أريا، يعني مكان في سكان. إنه مدينة سيدني مش هي مدينة سيدني الوحيدة اللي موجودة في العالم، يعني عندنا في كندا مدينتين، واحدة موجودة في نوفا سكوشيا وواحدة موجودة في بريتش كولومبيا. المعلومة اللي حاب أحكي لكم إياها هون إنه أهل أستراليا بحبوا الكوفي كتير. وجدت عندهم ثلاث أنواع كوفي ما عمري شفتها ولا سمعت عنها، يمكن موجودة في مكان تاني بس أنا أول مرة بسمع منها، عنها الفلات وايت اللي هي عبارة عن كابتشينو بدون رغوة، الشورت بلاك اللي هي عبارة عن إكسبرسو وان شوت، واللونج بلاك اللي هي إكسبرسو دبل شوت أو دبل إكسبرسو. حبيت أشارككم بهاي المعلومة ونشوفكم في حلقة أخرى. سلامات. باي. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.